رحب فيكم من جديد في ملتقى التراث غير المادي، النسخة الثالثة من هذا الملتقى. الحين موعدنا مع الجلسة الثالثة. هذه الجلسة بتتكلم عن صياغة الذهب البحريني، هذا الذهب المشهور بأعلى درجات الصفاء والجمال عالميا. سعيدين جدا اليوم بنكون بوجود السيد عبد الشهيد الصايغ، صاحب محل مجوهرات جهان، وكذلك السيدة فاطمة درويش، مديرة التسويق الرقمي من مجوهرات الزين. ندعوهم يتفضلون معنا على الستيج علشان نبتدي في محاور الجلسة. أهلا وسهلا فيكم الأستاذ عبد الشهيد الصايغ. بالتأكيد ارتباطك بالذهب كبير جدا، فاليوم بنكون سعيدين بتسليط الضوء عليه وعلى أهمية الذهب البحريني كعنصر من عناصر التراث غير المادي. وأيضا من خبرتك أستاذة فاطمة أكيد بنكون سعيدين بالحديث عن الذهب من كل النواحي، تعاطي الناس مع الذهب البحريني، طرق الإنتاج والصناعة والتسويق الحديثة بما يتماشى مع متطلبات الزبائن. كل هذه التفاصيل إن شاء الله بنتكلم عنها اليوم في هذه الجلسة. نبتدي معك أستاذ عبد الشهيد، وحابين نتكلم عن مميزات الذهب البحريني اللي تميزه عن غيره من أنواع الذهب. اولا اشكركم واشكر الشيخه هذا على الدعوه وهذا يعطينا حافز على اخراج المنتوجات اللي اندثرت من الصياغه القديمه التراثيه البحرينيه الاصيله. واحنا على كل بدانا يعني صار لنا من 5 سنوات واحنا نتبحث عن الاشياء القديمه وانتجنا منها بعض، وان شاء الله عن قريب راح ننتج اشياء ثانيه بنسويها مفاجات للزبائن بإذن الله. شو اللي يميز الذهب البحريني أستاذ عبد الشهيد؟ اللي يميز الذهب البحريني واشتهرت المملكة بالذهب البحريني كانوا القائمين على صياغة الذهب في من الأربعينات وقبل الأربعينات إلى أن وصل إلى 60s تقريبا، الأغلبية كلهم من أهل البحرين وينحدرون كل من المدينة المحرق، فمنهم راحوا جو المنامة. احنا سكننا بالمنامة صار لنا 200 سنة يمكن بالمنامة، ناس راحوا سترة، ناس راحوا إلى الأمارات وتوزعوا في دول الخليج. واللي يميز الذهب هي أمانة الصايغ البحريني، هو اللي كسب اسم حق المملكة من ذاك الزمان الذهب البحريني الذهب البحريني. ولهذا تلاقين في كل مكان، مثلا تروحين في الخليج لو تروحين مثلا إلى دبي تشوفين يحطون على الإعلان مالهم ذهب بحريني عشان يجذبون الزبون. في نفس الوقت الذهب البحريني صياغة يدوية كانت في السابق، وكانت العمل كله صعب جدا صعب لأن كله ينعمل باليد. الحين دخلت في بعض المكاين شوي الشغلة بدت شوي يصير أحسن، وفيها صعوبة شوي وفيها مخاطرة لأن فيها أسد وفيها نار وفيها صب الذهب وايد زحمة، فالناس بعض الصواغ عزفوا أولادهم عن العمل. بس أنا متمسك في هذه الشغلة على أساس أن أقول بحرين يكون البحرينيين موجودين، هم الصاغ الأصليين يكونوا موجودين في الميدان. وأحد دائما الأولاد على أن يجون، طبعا أنا ما شغلتهم أيام الدراسة عقلت على أساس ما ينشغلون، فخلى بعد إن شاء الله وبعد ما خلصوا الحمد لله رب العالمين هم حبوا المهنة لما شافونا يشتغل باليد وكذا، وهذا بدأوا هم يشتغلون في نفس الشيء. جميل. وأكثر الحرف البحرينية أستاذ عبد الشهيد هي حرف متوارثة، يعني نشوف أن العائلة كلها متخصصة في هذه الحرفة، وهذه لدور كبير أن الحرفة تبقى وتزدهر وتم يعني موجودة من جيل إلى جيل، فهذه نقطة أيضا جدا مهمة. أستاذة فاطمة، يعني كونك تشتغلين في التسويق الرقمي في مجوهرات الزين، اليوم الذهب موجود بقوة بالتأكيد في عالم صناعة المجوهرات، يعني هو كان وما زال موجودا، لكن حابين تكلمينا أكثر عن قيمة الذهب البحريني اليوم في عالم صناعة المجوهرات بشكل عام. أول شيء حابة أشكر استضافتكم لي في الملتقى، ويشرفني أكون جزء من هيئة الثقافة ومثل الذهب البحريني. طبعا الذهب عندنا سلعة متداولة من زمن حضارة دلمان وما زال مستمر. بنت العلاقة ما بين مملكة البحرين والهند أول شيء، فهاي التجارة كانت من قبل اكتشاف النفط وما زالت مستمرة، لكن
بسبب التكنولوجيا تطورنا أكثر، المكاين تطورت أكثر، وطريقة التسويق والتصنيع أيضا تطورت. فشلون دخلنا هاي المجال إلى التسويق الرقمي، خلينا نقول في مجوهرات الزين، بما أنه عندكم مجوهرات الزين من 1930 في البحرين، أول شركة بحرينية تمثل البحرين كعنصر ذهب، وأيضا أول شركة تجمع ما بين صناعة اللؤلؤ والمجوهرات في الخليج. طبعا متعارف ما بين الخليجيين أن الذهب البحريني من أنقى وأجود الأنواع، لدرجة أن نمثل السياحة في البحرين، ما في أي أحد يجينا البحرين وما يزور أي مدن من مدائن الذهب اللي عندنا، منامة أو محرق مثل ما تفضل الأستاذ. حاليا بسبب التكنولوجيا نبيع الذهب ونصنع الذهب طرق عدة. مثلا عندنا نقدر عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي نبيعه، نقدر عن طريق الإيكوم عندنا في الشركة. أيضا المكاين تعددت أكثر وتسهل عملية الصنع، بس ما زال في حتى التصنيع إذا كان في يواكب الموضة، بس أيضا في روح التراث البحريني ما زال مستمر. فإحنا متجهين على هاي النحو. يعني إحنا هذه النقطة بعد بنتكلم فيها بشكل أكثر استفاضة، اللي هو التصاميم الحديثة والتصاميم التقليدية وشلون قدرتوا تدمجونهم مع بعض. لكن حابين نرجع مرة ثانية للأستاذ عبد الشهيد. طبعا من خبرتك أستاذ عبد الشهيد، كونك صاحب محل مجوهرات وذهب بحريني، كلمنا عن طريقة صناعة الذهب البحريني، شنو المراحل الإنتاج أو التفاصيل اللي مر فيها الذهب البحريني لما ينعرض على واجهة المحلات، محلات الذهب؟ أختي مثل ما قلت للشيء، صناعة الذهب البحريني فيها صعوبة شوي في البداية، ولهذا أكثر الصغ عزفوا، راحوا اشتغلوا في مقاولات، اشتغلوا في حداده، اشتغلوا في أشياء ثانية. قليل منهم اللي بقوا في الصياغة هذه، لأن فيها خسارة بعض الأحيان أثناء العمل باليد وكذا، الذهب ينقص من الوزن ماله، فمكلفة الشغلة. بس بعد تطور الآلات وهذا بدأ شوي في مربحية بسيطة، يعني مو مثل الأول فيها خسارة. فالحين الحمد لله رب العالمين، يعني الأمور ماشية كل شيء تمام. لو تبسط لنا المراحل الأساسية. المراحل في البداية طبعا أنت لما تشترين الذهب الخام الـ 24 العيار 24 عشان تحولينه إلى حق الصياغة، لأن الـ 24 ما كلش طري الذهب، فتحولينه لـ 21، فتخلين نسبة الذهب 875 والباقي يا نحاس يا فضة خالص. بالنسبة حق الـ 22 916، بالنسبة حق الـ 18 عيار 18 اللي هو المشهور بالذهب الإيطالي 750. فهذه ينصب في قالب وبعدين ينجر بالمكينة، سواء صفيحة ولا نوع السيم. كان في السابق لا، إذا بغينا السيم كلش ضعيف في نوع اسمه المنطل، وفي ثقوب مقاسات تخلين السيم داخل ياكل فترة حساسة، تجرين السيم هذا وتطلعينه دائري وكذا. فالحين الحمد لله في المكاين هذه قلت تعب العمل شوي. طيب لو بنتحدث عن أهم القطع التقليدية في تاريخ الذهب البحريني الأصيل، القطع اللي يعني تصميمها يعتبر مرتبط ارتباط وثيق بالذهب البحريني. بالنسبة حق القطع القديمة، في عندنا اللي هي حب الهيل وعندنا البناجري، ها كانوا متخصصين في خيلاني في المحرق، هم الوحيدين اللي يسوون، يعني حتى الأجانب الآسيويين ما يشتغلون دي الشغلة، فكان الشغلة صعبة هي، بس هم يعملونها مهيرين في العمل، فيعملونه ويجيبونه يبيعونه في سوق المنامة. سوق المنامة مختصر على شارع الشيخ عبد الله، أول ما طلعت سوق بيع وشراء الذهب في شارع الشيخ عبد الله، وأنا بحكم أن المنزل الوالد في شارع الشيخ عبد الله، بديت من الشارع هذا، بس كان برا السوق شوي، يعني قريب للمستشفى الأمريكي، يعني على الشارع بس قريب للمستشفى الأمريكي. فبدأت كورشة عمل وأنا طالب في المدرسة، حبيت أستقل من ذاك الوقت وأنا طالب أستقل لوحدي أشتغل. بعد ما عملت الورشة أعطيت الورشة حق أخوي الأصغر،
وسافرت أنا أبو ظبي في السبعينات، فالتقيت مع واحد من التجار هناك، صاحبي كان في البحرين يشتغل صايغ، فالحمد لله الله وفقه هناك واشتغل وفتح لي محل. فدخلت عنده قلت له أخو مو موجود، قال له وين سلطان؟ قال والله سلطان راح البحرين في زباين عنده. لما رحت أنا قضيت حاجاتي من السوق رجعت لقيت سلطان موجود، فدخلت انحرجت على قلت سلطان ها سلطان شخص الحمد لله على السلامة. قال لي خير إن شاء الله، قلت له لا بس أنا جيت محمد وأخوه قال لي أنت مسافر البحرين، قال لا أنا ما سافرت البحرين أنا راح دبي بس لأن في زباين. فدخل على الحديث مع أن محمد قال اسمح لي أنا كذبت عليك كذبة بيضة، فكان في عندنا زبائن فما حبينا نقول رايح دبي على أساس لا يقولوا، لأن دبي فيها أنواع من الذهب من برا دبي، يعني من برا الإمارات يصنعون من سنغافورة من الهند من كل مكان، فما حبينا الزبائن يعرفون أن هذا الذهب اللي عندنا موجود من دبي جاي، فإحنا كلنا من البحرين لأنهم عايشين في كانوا في البحرين من قبل. يعني كانت وما زالت يعني لما نقول الذهب البحريني أو هذه قطعة من الذهب البحريني عنصر جذب كبير للزبائن يعني اللي يشترون الذهب. بالطبع لأنه الذهب حاليا الحين في المدقون الحمد لله رب العالمين، وهذه بعد من قبل فترة مسوي لي مقابلة في التلفزيون وجابت إنتاج مالها، فحثيت البنات إن يتركوا عنهم الأشياء الثمينة اللي يشترونها العادية اللي ما لها مربحية، فيتجهون لشراء الذهب. الذهب الأصفر. الذهب زينة وخزينة، ما في خسارة أبداً. يعني حتى واحد لو بيستثمر مثلاً عنده مال تقاعد ماله 10-20 ألف دينار، فيجون يبون يستثمرون، أقول له لا تتعب روحك، أنت اشتر الذهب ولبس زوجتك وبناتك ويوميا شوف الذهب عليهم وأنت مرتاح نفسياً، وقت ما تبيع الذهب. تبيع يمكن الذهب ذاك الوقت مرتفع تستفيد منه. وهذه نقطة مهمة أن الذهب ليس فقط يعني خلينا نقول عنصر من عناصر التراث غير المادي، وليس فقط زينة وإنما استثمار أيضا، استثمار الحفاظ على 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 المادة على قيمته، على قيمته فعلا، الحفاظ على قيمته. ومن هنا أكيد يستمد الذهب البحريني كذلك قيمته إلى جانب جودة الذهب البحريني والنقوش والتصاميم المميزة اللي تميز فيها الذهب البحريني. إحنا الحين بننتقل حق الأستاذة فاطمة، وحابين نتكلم عند النقطة اللي وقفنا عندها اللي هي مزج التصاميم القديمة التقليدية بالتصاميم الحديثة. شلون قدرتوا تمزجون ما بين التصاميم الحديثة والتصاميم التقليدية بدون ما تأثرون سلباً على التصاميم التقليدية؟ طبعاً في تصاميم بحرينية خلينا نقول بحتة، مثلاً حب الهيل المرية، هاي الأشياء ممكن بنشوفها على يداتنا أكثر، بس احنا نبي حتى الجيل الجاي يعرف ثقافة هاي الذهب. فش سوينا؟ قمنا خذينا هاي التصاميم وطورناها تواكب الموضة، بس ايضا نشوف الشباب البنات الصغيرات يلبسونها. فعندنا الاصلي وعندنا المتطور، لكن لما مثلا خلينا نقول يدتي او اي يده بتقعد تطالع القطعة بتقول يعني مو بغريبة علي هاي، كلها مستوحاة من الماضي وكلها من تراث البحرين وما في شيء جديد. طبعا التراث هو، بس احنا قاعدين نطوره بحيث ان هاي التاريخ ينتقل للأجيال. طيب استاذ عبد الشهيد، يعني من خلال يعني صناعتكم للذهب البحريني وتخصصكم في الذهب البحريني، خلينا نقول ما تحسون أن ربما مثل ما قلت الجيل الجديد عنده توجه ربما للأنواع الأخرى من المجوهرات من المعادن، ربما يعني عنده توجه للألماس، عنده توجه للبلاتين، عنده توجه لي يعني أشياء أخرى ربما تؤثر على صناعة الذهب؟ لا بالعكس، الحين في البحرين ما شاء الله عليهم الشابات ما كانوا يحبون الذهب أول، كان مختصر على بس اللي تتزوج تشترون لها ذهب في الأربعينات في الخمسينات، بس اللي تتزوج تشترون لها ذهب، ما حد يلبس ذهب، بس اللي تتزوج. بس الحين في من بداية السبعينات فوق إلى هذا الوقت بدأوا البنات يتوجهون لشراء الذهب، وحتى الذكور بدأوا يحثون زوجاتهم على شراء الذهب على أساس يحفظون مالهم، عرفتي شلون؟ فما زال بريق الذهب
موجود. موجود عليه أخبار خاصة الذهب البحريني. موجود. إنزين، فيما يتعلق بعملية تصنيع الذهب، هل تحس إن اليوم هذه الحرفة مثلاً تواجه مثلاً خطر معين؟ هل تحس إن اليوم في عدد كافي من الشباب يتوجهون ناحية حرفة إنتاج الذهب وبيع الذهب؟ والله أنا لاحظت في الآونة الأخيرة إن بعض الشباب يشتركون مع بعض 3-4 ويفتحون لهم محل ذهب، بس صارت المحلات وايد كثيرة، فصار منافسة غير شريفة في السوق، فهذه أثر على الإبداع عند الصايغ الأصلي اللي يشتغل في الشغلة، فيقول لك أنا بعد تعب روحي ليش ما دام الأسعار متضاربة وما في مصلحة. بعض الأحيان بعض الأشهر في السنة في خسارة تصير عندنا، خاصة عندنا محرم وصفر عندنا خسارة تصير يعني إلى ويمتد إلى شهر 12 يمكن، بعد الشهر 12 يبتدي يتحرك السوق. طيب أستاذة فاطمة، إذا بنرجع مرة ثانية على نقطة تصميم الذهب البحريني، في مثلا عندكم قواعد معينة تتبعونها في عملية التصميم، تصميم الذهب؟ طبعا احنا البروسيس عندنا وايد طويل، يعني لما القطعة توصل للزبونة أو الزبون، احنا عندنا في الشركة نشتغل كأسرة واحدة، بحيث ان كلنا كل فرد فينا مركز على كيف يطلع التراث والحضارة البحرينية في هاي القطعة، حتى طريقة التصوير، طريقة التصميم، طريقة اختيار الألوان. مثلا راح أعرض الصورة في مواقع التواصل الاجتماعي، إذا بتلاحظون إذا تركزون شوي وأكثر دقة بتشوفون أن الصورة كلش فيها يعني مستوحاة من الماضي، أو من مثلا الموديل بتكون لابسة شيء، أو أن مثلا الخلفية الألوان، ونستخدم أشياء تناسب هاي القطع. مثلاً نستخدم النخلة والتمر، أشياء يعني تدمج بين الذهب والحضارة أيضاً. جميل. طيب أستاذ عبد الشهيد، أكيد يعني مثل ما قالت الأستاذة فاطمة قبل شوي، هناك العديد من السياح يحرصون لما يوصلون مملكة البحرين، يحرصون أشد الحرص أن واحدة من المحطات اللي لازم يوقفون عندها أسواق الذهب في مملكة البحرين، فأكيد كونك صاحب محل مجوهرات مر عليك العديد من السياح، شنو أكثر شيء يلفت السياح أو يلفت الشخص الأجنبي خلينا نقول في الذهب البحريني والقطع البحرينية التقليدية؟ بالنسبة حق الأجانب اللي يوفدون إلى البحرين، يعني يحبون الأشياء التراثية القديمة، مثل العمل، مثل دلمن في قلعة البحرين، في عمل احنا طبعا العملات الذهبية، اي نعم، صورناهم وسوينا عليهم قالب وعمل منهم، فهذا عليه اقبال بالنسبة حق الأجانب. جميل. طيب بالنسبة لك أستاذة فاطمة، يعني أكيد كونكم شركة يعني ما تعمل فقط على مستوى البحرين، تعملون على تسويق القطع اللي تصممونها، خصوصا القطع المستوحاة من التراث البحريني لكل أنحاء العالم، فشنو الانطباعات اللي عادة يعني توصلكم عن هذه القطع وعن انعكاسات التراث البحريني فيها؟ طبعا عندنا الحمد لله فروع في جميع دول الخليج، وإن شاء الله 13 أكتوبر بعد افتتاحنا في الكويت، توجهنا عالميا ونشوف الإقبال وايد زايد، حتى على القطع مثلا المرية، حب الهيل، أي شيء يخص التراث البحريني اللي صار ترند تطور، بعد في إقبال عليهم حتى من الزبائن، لأن طريقة التصنيع وخلينا نقول الفينيشينج مثل ما يقولون إنه يختلف شوي، فالزبون مركز على هاي التفاصيل أكثر من كونه كهو يمثل تراث بحريني، ففي إقبال حتى من الأجانب على هاي القطع وعلى هاي القطع التاريخية خلينا نقول. جميل. طيب أستاذ عبد الشهيد، يعني فيما يتعلق خلينا نقول الجهود الرسمية لدعم صناعة الذهب البحريني والحفاظ على هذه الصناعة، شو اللي تتمناه إنه يكون موجود في مملكة البحرين لدعم هذه الصناعة أكثر؟ قبل ما أخوض في هذا الموضوع، بالنسبة حق المناسبات، إحنا نتابع المناسبات، مثلا الحج، فنقوم نسوي الكعبة المشرفة أو نسوي مقام إبراهيم، وهذا صار له رواج ما شاء الله أيام عيد الحج، قبل عيد الحج ظلوا يشترون، نزلنا بالإنستغرام ظلوا يشترونه. الأعياد الوطنية نسوي الأشياء الكبيرة اللي توحي من التراث.
في شهر رمضان المبارك صار الإقبال، الحين صار ممكن السنة الخامسة أو السادسة أغلب الحريم البنات يلبسون الذهب في رمضان، ما كانوا فعلاً ليزاغر يلبس في رمضان ذهب. فنركز على المناسبات هذه كلها ونسوي الأشياء اللي تخص المناسبة، الأعياد الوطنية ومثل ما قلت لك أيام عيد الحج والأعياد وشهر رمضان المبارك. جميل. أما بالنسبة للسؤال اللي سألتيني، شنو السؤال اللي سألتيني؟ السؤال عن اللي تتمنونه من دعم إيه، خلينا نقول الجهات الرسمية إيه، للحفاظ على صناعة الذهب البحريني. إي والله يا ريت، أنا أتمنى يعني. شو اللي تتمنونه؟ أتمنى على أساس لا واحد يصيد خمول وما ينتج منتجات زينة. أتمنى إن وزارة التجارة تقنن من رخص الصياغة، يعني أول محلات أي واحد يشتري ذهب يجي إلى المنامة ويشتري ذهب، بعدين صارت المحرف مدينة أوكي، بعدين الرفاع، الحين في كل مكان ذهب، يعني وين ما تروحين تطلع من البيت لقين ذهب عندك كأنه خباز صاير. فصار مضاربة في العمل، واحد يعني ينكسر خاطر يقول أنا أتعب وأشتغل أطلع وهذا. يعني تحس أثر انتشار محلات الذهب على جودة التصنيع، خلينا نقول تصنيع الذهب. طبعا هو على تصنيع الذهب وشهرة المحل، المحل صاحب المحل هم يتعب أكيد، يدفع يسوي بلوجر يسوي كذا هذا فيشتهر، فالناس تجي عنده تشتري. في ناس يقول حمار بنشتري من عندك أنت، لأن شايفينه في الإنستغرام ونبغي نفس الشيء. في ناس جونا من دول الخليج وصل زوجها يسوي أسماء، قال شوف أنت رايح البحرين هذا طلبية سوها، بس لا سوها عند نفس ذا المحل، لأن هي خلاص ترسخ في مخنا شايف ذا الموديل ويتبوا يسوي ويعني وجايد لنا هذا صاحب المحل. فيجي وقال موصتني زوجتي إلا عندكم أسوي. طيب أستاذة فاطمة، بالنسبة لكم شو اللي تشعرون أن وجوده راح يكون مهم، مثلا قوانين معينة، مشاريع أو مبادرات رسمية أو حتى أهلية معينة للحفاظ على جودة الذهب البحريني، للحفاظ على هذه الصناعة أن هي تبقى وتستمر وبتبرز خلينا نقول اسم مملكة البحرين؟ طبعا احنا بس نأمل من الجهات الرسمية ان يكون في سلاسة في التعامل، لان في شروط واحكام حق محلات الذهب. فاتوقع اذا هاي الدعم يعني بهاي الطريقة راح اكيد بنكون مستمرين اكثر. مجرد التعامل تسهيل الامور هذه تسهل على المحلات، ان مثلا خلينا نقول الايدي العامله مع جائحه كورونا اضطرينا مثلا بعض موظفينا يوم سافروا الهند خلينا نقول ما قدروا يردون. فمثلا لو كان في اجراءات اسهل كنا بنتطور اكثر، بس الحق الحمد لله حققنا مبيعات وايد الحمد لله، ما في خشب فاي الحمد لله. فلو يسهلون علينا هاي الامور احنا كشركه نقدر نتطور اسرع. ممتاز. وفيما يتعلق خلينا نقول بالحفاظ على هذه التراث البحريني المتمثل في الذهب، صناعة الذهب البحريني بالنقوش التقليدية، في مثلا يعني خلينا نقول توصيات أو أمنيات معينة تتمنونها فيما يتعلق بتأهيل الشباب أو مثلا دعم المصانع أو أي شيء من هذه القبيل؟ والله أنا دائما يعني عدة شباب جون أنا ساعدهم شلون طريقة يفتح المحل، شلون يسوي يسكون. فالحمد لله الأمور ماشية، يعني في تشجيع، يعني أي واحد يجي ما أرده يعني. طيب أستاذة فاطمة، طبعا في تسهيلات أكيد، وبنكون نحب أن نشوف بحرينيين في هالمجال أكثر. يعني إحنا عندنا في الشركة عندنا موظفين بحرينيين وايد، وعندنا مصممين بحرينيين، وأيضا حتى اللي يبيعون في المحلات يحابين هاي الشغلة كونهم كبحرينيين، لأن في الأخير أنتوا كشباب راح تبرزون سلعة أو خلينا نقول قطعة من تراث البحرين نفسها، فهاي بيكون فخر للجميع أكيد. فعلا احنا اكيد نشكركم جزيل الشكر على وجودكم معنا اليوم وعلى نقلكم لهذه التجربة الجميلة في صناعة الذهب البحريني. لكن قبل ما نختم بنفتح المجال لمداخلات او تعليقات او اسئلة الجمهور، اللي حاب انه يتداخل يتفضل. في اي مداخلة تفضل يا استاذة. بس حبيت اتاكد الاخت مريم لا اسمك؟ نعم. ونعم تكتبون هاي التوصيات أو الملاحظات أو المقترحات اللي من أول ما بديتوا عن النخلة
كلكم كلها تكتبونها شكرا عشان لا تضيع الأفكار وتروح علينا يعني. الأخ عبد الشهيد يعطيك العافية، تكلمت عن حب الهيل، والأخت فاطمة قالت عن المرية، بس ما تكلمتون عن كرسي جابر والمرتعشة والأشياء الحليوة اللي نشوفها عند أمهاتنا. أنت شنو خاطرك؟ والله اللي خاطر لا شوف كلهم مركزين على حبة الهيل وذي، لأن هذا أقدم شيء تقريبا، واللي يصنعون كانوا بحرينيين في الأصل. إيه. الحين طبعا دخلوا الآسيويين دخلوا يصنعون، بس مو نفس الجودة والتصنيع أكيد. أنا طبعا زبونة مجوهرات زين، بس الواجهة مالتنا أختي العودة مو إحنا، يعني إحنا ما نبين، بس هي اللي على وينها موجودة؟ لا ما جت شرفونا. بغيت أقول إن نقدر إحنا نعيد الديزاينات القديمة التراثية الجميلة اللي نشوفها عند أمهاتنا ونرد نكررها. يعني في خاتم مال جدتي الله يرحمها انتقل إلى أمي، بعدين إحنا الثلاث الخوات نفس الديزاين بالضبط، بس غيرنا لون الفص. يعني الفص مثلاً كان ماروني أو أحمر، أنا سويته أخضر، أختي سويته أزرق، بس طلع روعة وتيبيكال يعني بالضبط كأنه هو يعني. وسوينا عندكم باي ذا وي، عندنا هاي الخدمة. أي أنا أقول شنو، إذا الأخ عبد الشهيد يشوف إنه واجد في منافسين، وعلى قولتك إن محلات الذهب صارين متكررين مثل سوق جد حافظ مليانين، وسوق المحرق وسوق المنامة حتى أكيد مدينة عيسى، فليش ما هذه الجهود بدل ما يصير مرة واحدة في السنة معرض المجوهرات العربية؟ طبعا هو وقفتونا في بسبب الكورونا، بس الحين أكيد اللي أعرفه إنه شهر 11 هالسنة بيفتتحونه. ليش ما يصير معرض مجوهرات خليجية؟ ليش؟ لأن إحنا شنو اللي يصير لما نروح القاعات؟ نروح حق اللي يبيعون رخيص وقوي على قولتنا إحنا، فهو مو قوي يعني، بس إنه دائما الواحد يتجه لأنه يشتري إكسسوارات وشوي مطعمة بألماس، مثلا نروح للجناح التركي، نروح للجناح التايلندي، نروح بس ما في على جودة الذهب البحريني والذهب الخليجي بشكل عام. فليش ما يصير مقترح، ما أدري شلون بيوصل إلى الجهات المعنية، إن بدل ما يكون معرض مجوهرات عربية وصموه عربية أصلا عالمية لأن يجون من كل الدول، فيصير معرض مجوهرات عربية عفوا خليجية، عشان يصير تركيز على هذا التراث غير المرئي الجميل واللي فعلا نبغى نتوارثه جيل عن جيل. شكرا. شكرا لك أيضا. كان هذا المعرض موجود، كان معرض موجود هذا عجائب الذهب، بس ألغي الحين، ما يسوون، إن شاء الله يعودون مرة ثانية. عندنا مداخلة ثانية. مرحبا، أهلا وسهلا. معكم سيما حاجي، مصممة مجوهرات بحرينية، ولكن اليوم أنا أمثل أخبار الخليج كصحفية مختصة بالمجوهرات. أنا أوجه يعني أناشد الجهات المعنية وحتى أنتوا كأصحاب محلات الذهب أن تعطونا فرص، إحنا كمصممين بحرينيين إحنا عندنا أفكار وايد، عندنا أفكار أن إحنا نجمج بين التراث والمعاصر والقديم والحديث، بس ما قاعدين نحصل هالتسهيلات. السوق يسع الجميع، أنا أتفق معاه أن وايد ناس صايرين بس يفتحون المحلات كتجارة، مع أن مجال المجوهرات في وايد تخصصات أكثر من كذي، إن في ناس يقدرون يشتغلون كصاغة، كمصممين، وحتى يكتبون. مثلا أنا الحين 30% مصممة، بس 70% ترى أنا تابعت. شكرا. فيا ريت إحنا كمصممين ما دام عندنا الشغف وعندنا المقدرة إن أنتوا شوية يعني تحطون نوي. أنا صراحة أعرض قطعي عند يعني محل، بس مو من المحلات البحرينية، فياريت إن إحنا كمصممين شوية نحصل الدعم، حتى كدعم عشان ندرس ونطور من مهاراتنا. أنا عندي شهادة من جاية، بس أتمنى أن تكون عندي بعد شهادة في اللولو، وإن شاء الله من الناس، من أهدافي، أنا من أهدافي إن شاء الله إن أنا أخذ كورس عند دانات، ودائما أخذ كورسات عندهم صراحة، غنيين عن تعريف. ياريت تعطونا فرصة إن إحنا بعد إن يعني نكون جزء من إنجازاتكم. شكرا. شكرا على هذه الرسالة. أولا شكرا جزيلا على المعلومات التي ذكرتوها، بس في جانب ما تطرقتوا له وهو الجانب التسويقي للذهب، كأن البحرين عاش فقط على السمعة التي تراكمت على مدى السنين عن الذهب، لكن لا توجد هناك جهود حثيثة بالفعل لتسويق هذا المنتج، اعتماد فقط على السائح لما يجي يعني ما نجد هناك، أو اعتماد على معرض المجوهرات لما يأتي، لكن ما في جهود. إذا كان هناك مثلا جمعية أو أي جهة معنية بالفعل بالاتكاء
على سمعة الذهب البحريني، لكن في نفس الوقت أيضا تسويقه بشكل جيد بحيث ينتشر إلى كذهب بحريني، إلى لصيقته ولا طابع الخاص ولا مذاق حتى الخاص، مذاق يعني الرؤية وليس مذاق الطعام. فياريت تشتغلون على هذا الجانب، لأن حديثكم كله مع الاثنين مع تجربتكم لم تتطرقوا إلى الجانب التسويقي وكيف نسوق البحرين أو كيف نسوق الذهب البحريني ونسوق البحرين أيضا من خلال الذهب. شكرا جزيلا. شكرا لك دكتور راشد. تفضل أستاذ. بالنسبة حق كلام الدكتور راشد، صعبة تسويق الذهب لأن الذهب سعره كلش مرتفع. لما تتصنع الذهب، احنا نصنع في البحرين نودي حق المحلات، عندنا مثل اخوان اثنين في المحرق ابناء اختي، اودي لهم يعني، فاقول للاولاد اول بده الاقرب فالاقرب، بعدين اذا ما في الاقرب شوف الأقل. فبس لما تودي لهم الذهب، انت ماخذ الذهب ومصنعنا وصار لك فتره وتشتغل فيه وتودي الختم تنتظر 3-4 أيام، هذا كله تجميد فلوس. فلما توديه إلى المحل ويأخذه من عندك يقول لك خلال أسبوع واحد، تروح قبل أسبوع تصور من المنامة إلى المحرق وهل ترافيك لايت هذا وهل الصعبة روحة والجية، يبغى لك بترول يمكن 20 دينار، من أسبوع واحد شهر واحد عشان يدفع لك الذهب مالك ويعطيك الأجر مالتك. فأنا قلت للأولاد خلاص هاي العملية ما نبيها التسويقية، أنا عندي واحد متخصص تسويق حسن، فقلت لهم الحين أي منتوج يسوون أنتم، لأن أنا الورشة يعني منتوجاتها خلت على أساس أشجعهم، وبالفعل ظلوا يشتغلون، وحتى محمد بدأ يعني يتفنن في الديزاينات يسوي. فأي منتوج يسوونه يجيبوا المحل ونصرفها في المحل، ويعني أنا أعطيكم الذهب في الحال بدون وجع الرأس، بدون هاي سبب واحد ما يقدر يسوق حتى لو توديه مثلا برا. بس الحين اخوان السعوديين لما يجون يصنعون عندنا لا يجيبون ذهبهم معاهم يخلونهم، في بعضهم لا يقول لك لا صنع لي انا بعطيك الموديل اسوها وبعدين بجي استلم وعطني على 20-30 يوم. فيها خطوره يعني ما تقدر، هاي المشكله. بس ولا ود الواحد يعني. انا مدرس واحد تسويق ليش اي لا بس ما صار يعني شو اسوي، خليت يوظف. بدي أخل على أستاذ عبد الشهيد. طبعاً. إحنا فروعنا اللي في الخليج مثلاً السعوديين عندهم فرع الزين ذهب بحريني، عندك في قطر، عندك في الإمارات، الحين في الكويت. الزباين اللي برا الخليج عندنا فريق الإيكوم، عندنا الويب سايت مالنا نشحن حق حتى برا الخليج. فالذهب البحريني قاعد يوصل، إذا برويك اللستة الدول اللي قاعد توصل ما شاء الله مو بس في الخليج. فإحنا قاعدين نشتغل على طريقة التسويق بحيث أنه بس ما يكونون حق العرب، خلينا نقول حتى الأجانب يلبسون هاي المجموعات بدون تسويق. مع تسويق. أيضا في مداخلة ثانية، في عندنا مداخلة فوق. السلام عليكم. عليكم السلام. سوسن كريمي، مجرد تعليق بسيط إذا تسمحون لي. اللي متعود يشتري الذهب البحريني عارف شنو يشتري، قاعد يشتري جزء من تراثه وتاريخه ومفعم بالمشاعر والحنين. بس اللي ما اللي يشتري أو اللي يبغي يشوف وما عارف هالإرث التاريخي المرتبط، يحتاج يعني يكون معاه باكيجين، يكون معاه معلومة مع هالقطعة. فأنا أفتكر مثل ما صار بالنسبة حق موضوع الفخار، شلون صار فيه اهتمام، شلون صار فيه تسويق، شلون صار فيه مع القطع مثل ما تفضلت شيخة هلا، إنه مع القطع في ميد إن بحرين، في نبذة عن الأرتست. أفتكر مع مجرد اقتراح إنه مع الذهب البحريني مع هالإرث التاريخي اللي عندنا، إن القطع تزود بهالمعلومات. يعني الذهب مو بس لجانب الاقتصادي، في جانب أيضا السياحة، في جانب مرتبط أيضا بالهوية. فأنت لما تبيع جزء من تراث البحرين، جزء من هوية البحرينية. فالحين مثلا لما نشوف مع التصاميم العالمية، دور المجوهرات العالمية، ليش الناس كذي خابين روحهم على هالمجوهرات؟ لأنه قاعد يشتري سمعة. ممكن التكلفة الحقيقية لهالقطعة مثلا كارتيه أو أي مصمم آخر من العالمين ما بتكون بجودة من ناحية الذهب والأرتستيك مثل البحريني، كمية الذهب فيه أو جودة الذهب فيه. بس
أغلبنا صرنا نشتري السمعة، نشتري التاريخ. فالبحريني، الإنتاج البحريني مظلوم من هالناحية، في هال خلني نقول هالباشن البحريني، هالشغف، هالحب، لكن مو موثق، مو مسوق. فلو مثلا مجرد فكرة لما نبيع قطعة أو تبيعون قطعة، يعني عائلة الصايغ هاي إرث تاريخي، لازم اللي بيشتري قطعة الذهب يعرف تاريخ من وين مشتري، إيش قد له تاريخ هالقطعة، هالعائلة إيش قد اشتغلت على هالقطعة. فلو في بس فقرة مع كل بوكس حق الجولري إنه عائلة الصاغة، بنة الصناعة كذي، وفيلم حار whatever، كل هالمعلومات تدون، فاللي يشتري يحس واو، أنا شريت أو أمتلك أو أسافر مع قطعة من هالتراث، الأسرة والعائلة والفريج والمنطقة والمدينة والديرة. فعلا هذه يعني مداخلة جميلة جدا، شكرا لك أستاذة سوسن. أتوقع فعلا يعني السمعة اللي يمتلكها الذهب البحريني من الممكن أن تستثمر، ومن الجميل فعلا مثل ما قالت أستاذة سوسن أن لما يحصل أي شخص على قطعة مستوحاة من التصاميم التقليدية البحرينية أو مطابقة للتصميم التقليدي البحريني، أنه يعرف معلومات عن هذا الأرث الكبير جدا للذهب البحريني في المنطقة. أريد عندكم أي تعليق على مداخلة الأستاذة سوسن؟ أفتكر يعني لو ما أعرف إذا في زباين حق مجوهرة الزينة هنا غير سيما. حالياً قاعدين نتطرق في المحل نفسه إن كل قطعة أو كل كولكشن يكون تحته كارد اسم المنتج شنو، مثلاً خلينا نقول مثال المرية، ليش سموها المرية ويات من وين ومستوحاة من شنو. في سطرين أو بالكثير ثلاثة في المحل نفسه يشرح حق الزباين شنو هاي، لأن يعني يصيدهم فضول الأجانب إن ليش شنو يعني المرية، ليش سميتوها المرية. خلينا نقول نفس الشيء في الموقع الإلكتروني لما يشترون إنترناشنال، بنشوف في مكان هيستوري، هو في هيستوري حق عائلة الزين وفي نفس الوقت في هيستوري حق كل كولكشن. كل كولكشن هاي يتصنع بكم لون وكم سنة صار له في البحرين، وكل هالتفاصيل تلقينهم هناك. شكرا 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 جزيلا. بالنسبة حق الأخت تقول لازم تخلون كل قطعة لها قيمتها أولاد تاريخها وكذا، هذا بعد فيه تكلفة زيادة راح تصير. الحين الذهب ما في مصلحة مثل أول، يعني أول كان 25%، الحين بعد الفات صار 5-6% مصلحة. زين هاي 5-6% يخرج من العلب، الأكياس، الأرصدة، الأجار المحل، الموظفين، فما يسعي واحد يبدع. وثاني شيء الزباين اللي يجون كلهم على قد الحال، يعني تلاقيهم جمع حصلة جمعية تشتري ذهب. يعني القوة الشرائية بالنسبة حق البحرين ضعيفة شوي، لأن خاصة في أيام الكورونا، لأن ما في ناس من برا يجوا من الخليج، ما حد يجي، فإحنا على عن طريق الأونلاين بس نبيع لهم. بعد ما يمشي الشغل، يعني ما يمشي الكمية اللي نبيعها في المحل عن طريق الأونلاين. إحنا يعني نتمنى الأخذ كل هذه التحديات اللي ذكرناها اليوم في عين الاعتبار، لأن فعلا الذهب البحريني هو ماركة مسجلة باسم البحرين في كل أنحاء العالم. مثل ما تفضلت أستاذ عبد الشهيد وكذلك أستاذ فاطمة، أنه كفاية أن ينقال عن هذه القطعة أنها ذهب بحريني لكي يعني تحصل على رواج، يعني جذب من الزبائن بشكل كبير. فإحنا حقيقة سعيدين بوجودكم معنا اليوم، استفدنا جدا من تجاربكم المختلفة. الأستاذ عبد الشهيد الصايغ صاحب محلات جهان للذهب، وكذلك الأستاذة فاطمة درويش مديرة التسويق الرقمي في مجوهرات الزين، يعطيكم ألف عافية وشكرا لكم. بس في عندي كلمة واحدة، تفضل. بالنسبة حق سمعة الذهب في البحرين وكل منتوجات البحرينية، يعني هذه سبحان الله، يعني الله أباها المملكة هذه البحرين هبة من رب العالمين، إن عندها المادة الجود، المادة الجودة يعني في كل شيء، سواء في الزراعة، في أسماك، في ذهب، في لؤلؤ، في كل شيء. لله هاي الحمد، نعمة من رب العالمين، لا بد أن نحافظ عليها، أرزاق ولازم نحافظ عليها، لا بد أن نحافظ عليها، يعني من رب العالمين. هاي السمعة
بحيث الناس تيجي من برا تشتري الذهب. يعني من الامارات، شوف الامارات في اسواق وايد ذهب، لكن لما يبون يتزوجون بعض العوائل لا ما يجون يشترون ذهبهم الا من البحرين. من السعوديه نفس الشيء فعلا، كل الخليج تقريبا، الكويت فعلا. وهذه السمعه هي اللي لازم اكيد نحافظ عليها، اكيد نحافظ على السمعه. ولهذا شو احنا حاولنا يعني نعدل الوضع، فنزلنا السعر المصنعيه يعني ما يعني 6% لا شيء يعني. يعني يعني ربح كامل بصير 2-3% يعني بعد ما تطلعين المصاري، بس على اساس نمشي الامور وما نسكر شيء ولا نبني شيء. ان شاء الله اموركم يعني دائما في في تقدم وازدهار ان شاء الله. ان شاء الله بعد الجائحة. واكيد يعني صناعه الذهب البحريني هي مثل ما تكلمنا عن النخلة ومثل ما تكلمنا عن الفخار، هي ليست مجرد مهنة يعني يكسب منها الإنسان لقمة عيشه، وإنما هي تراث غير مادي. صحيح. فلا بد أن احنا صحيح. نحافظ على هذا التراث. شكرا لكم أستاذ فاطمة درويش والأستاذ عبد الشهيد صايغ، يعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا. شكرا لكم. الآن قبل ما ننتقل إلى جلستنا الرابعة اللي بتركز على صيد وتجارة اللؤلؤ، نشاهد هذه التقرير. هذه التقرير مقدم من السيد ماهيش ديفجي، صاحب محل ديفجي، وهو أحد أعرق محلات الذهب والمجوهرات في مملكة البحرين. نشاهد هذا التقرير. Gold is a substance like no other. It is beautiful, desirable, rare and valuable. Its appeal is almost universal across cultures and across time. From the very earliest times, gold has played a leading role in the drama of human history. Gold gives glory to our gods and inspiration to our artists. It has formed the bedrock of our wealth. Gold drove the engines of the world's economy for centuries. The story of gold has been written in this region too, and has brought glory to Bahrain. Bahrain, over the past century, has maintained a special status in the Middle East. Bahrain gold and its designs are an aspiration for the people living in this region, as like architecture, craft, language, literature, poetry. Gold has been a medium to tell the story of our time. The story of our culture, our time, is encoded in elements. Every element tells a special story. These elements together form a language of jewelry design. With changing times, people change. And so fashion, trends, aspirations of the people also change. As a Greek philosopher once said, change is the only constant in life. Just like nature, old has to come and make way for the new. Therefore, it is our responsibility to make the new blossom from the old. Let the process be natural. At Devji, we keep innovating designs and elements. However, we make it a point that we keep heritage as our source of inspiration. This way, we ensure that elements from the past are never lost completely, but modified to meet the aspirations of today. This way we fulfill the demand of the present, but we don't let go of the past. Having said that, it is a challenge to preserve this intangible heritage that we all have, as facts clearly proves that we will eventually lose a part of our heritage, even though we would like to secure it. However, if we study the functions of the museum in today's time, we might find a better solution there. I feel the objectives of such institutions
should include probably the following. Number one, the museums must be kept relevant, which means documentation and analysis of the past must help guide the societies for a better tomorrow, which would influence the quality of decisions we make in the future. So it becomes like a guide. The museums, number two, the museums must help create original designs. A collaboration between design houses and such institutions like museums will be very significant. Any creations or innovations require two important pieces of knowledge. A, current aspirations of the society. B, past aspirations of the society. Therefore, a two-way communication between such institutions where the design houses will result in innovations and keeping the DNA of the region intact. Such creations will surely be recognized by the world as it would be truly original. This will strengthen the demand of the world and increase exports from the country, as the product we would have created would be totally unique. Devji Group has been established in Bahrain since 1950. One of the key reasons which has kept us a trendsetter is that we have continued in a very humble way to build a bridge and gap between the heritage and innovation. Our designs are always rooted in a strong sense of this country's past. We have incorporated the regional and international elements, but we've never lost the past. It has become one of our main missions of the company to preserve this rich legacy by archiving this heritage so that future generations may learn and understand the past and be inspired to light the way for a new future. A small attempt has been made in our studio as an experiment, and we have documented and built this heritage corner. This corner exhibits and illustrates the evolution of Bahraini jewelry. The past 7 decades, the showcase a detailed and richness of the culture has been exhibited. The tools that were used during those times and now have been exhibited. The methods that were used have been exhibited and explained. Showcasing the prominent milestone designs of that period, what make an impact? Why were we popular? What was the reason? All those questions are softly answered through this exhibit. A walk in time to see the evolution of craft, to see our interpretations of traditional iconic pieces. From the early 50s to the recent times, Bahraini jewelry has gained tremendous reputations from its originality, craftsmanship, and quality. Anyone in the region knows if you just say Bahraini jewelry, the Bahraini. Elements from around the world were incorporated in traditional designs. And other international brands were also accepted due to the economic growth and stability. We have seen this growth since the early 70s. So a lot of influence have come from outside, but they were accepted. In the current time, the future with challenges, we see immense opportunity as the world has become smaller with the coming of the digital age. And the pandemic with its challenges have actually helped us in increasing the speed of this medium, which means that if we would like to communicate to the world what Bahrain has to offer, we have a better chance today. If you would like to convey and showcase our heritage, this intangible asset that we have, to the outer world, today is the best time. Today, heritage pieces and other cultures are becoming trendy, so people would accept it.
Therefore, an opportunity to build a collection with the Bahraini DNA would be much more acceptable in current times than it would have been in the past. More could be discussed and shared. However, with the limited time, I would like to conclude my thoughts by saying that if we listen to the needs of our future, if we listen to the needs of our future, the past might whisper the solution. On behalf of Devji Group, I would like to thank Sheikh Hala bint Muhammad Al-Khalifa, Sheikh Muhammad Khalifa Al-Khalifa, for inviting me, and the organizing committee for this opportunity to share our passion and legacy to this esteemed forum. Thank you. Barakallah. God bless.